السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم شيماء سعيد، اجمل فيديوهات ذهب من سنتر الملكة، اللي دايما بيفاجئونا بحاجات زي القمر واوزان خفيفة واسعار على قد ايدينا، عشان كل اللي نفسه في حاجة يقدر يشتريها. النهاردة هنركز على عيار 18. طبعا الفيديو اللي قبل كده مع الحاج سعيد ركزنا على الحاجات الجديدة من عيار 21. النهاردة مع استاذ هاني هنركز على التشكيلة اللي نازلة جديدة من عيار 18، وزي ما انتم شايفين الاساور اللي نازلة جديدة ما شاء الله، اول مرة هنشوفها مع بعض في سنتر الملكة. يميزوا بيها حاجات حلوه قوي، كل الاشكال الحلوه دي هنستعرضها ونشوفها مع بعض. عايزه اقول لكم كمان جه اطقم كامله اللي انا ماسكاها في ايدي دي، اللي هي سلسله رقيقه كده بانسيال بخاتم، حلوه قوي يا بنات. طقم كامل سعره ممكن يكون 9000 جنيه. هنعرض كل الحاجات دي وتشوفوها مع بعض. البنات اللي دايما تسالني على الحلقان اللي هي لينا او للاطفال، صورتها لكم كمان ووريتكم الاشكال اللي جايه جديده، وهنوزنها ونعرف السعر. واسعار الحلقان عندهم بتبدا من 500 جنيه لو عايزين، ما شاء الله. إيه كمان؟ السلاسل القمر دي سلسلة مكتوب عليها كلمة حب، او اي سلسلة انتوا عايزين تنفذوها باسمكم ممكن سنتر الملكة ينفذه لكم. كمان كل الموديلات الايطالي موجودة بنص تمن المصنعية، ودي حاجة حلوة قوي ودايما سنتر الملكة بيتميز بيها. كل الحاجات الجديدة اللي انتوا بتشوفوها موجودة في سنتر الملكة، وحاجات كمان بنبقى اول مرة بنشوفها. زي ما قلتلكوا دايما بسيب لكم العنوان في اخر الفيديو بالتفصيل مع رقم التليفون عشان تتواصلوا معاهم لو احتجتوا اي حاجة. طبعا بشكرهم جدا على التشكيلة الحلوة اللي دايما بيقدموها لنا، ودايما احنا بنكون اول ناس بنشوفها. السلاسل هي بنات اللي سعرها كان 1500 جنيه جت تاني بكل اشكالها واشكال جميله. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه، ويلا بينا نشوف الفيديو القمر ده مع بعض بسرعه. بعض من الفروعات اللي هي نازله جديده اللي هي حوض الرقبه، اللي هي مفروضه على الصدر. ماشي يا جماعه، شوفوا كده، دي حاجات نازله جديده، سلاسل نازله جديده هتبقى مفروده كده على الساد. استاذ هاني دي عيار 18. 18 يا جماعه. في نفس الوقت على الحجم اللي انت شايفاه ده كده، ماشي، اوزان محدش يتخيلها يعني الشكل. هتبقى خفيفه برضو الوضع ده كده كله. بص على الاوزان كده، يا ده ما جابتش ال 14 جرام ما شاء الله. 14 جرام، شوفوا على شكلها ما شاء الله، تقولوا ده حاجة يعني فخمة. تبقى بكام؟ 10300. ما شاء الله، ده ب 10300، ده تحفة يا أستاذ هاني، إيه الجمال ده؟ ده ب 10300 جنيه، تحفة تحفة، جميل. وشوفوا بيبرق إزاي، جميل أوي أوي أوي. ماشي يا أستاذ هاني، دي حاجات برضه بنحاول إن إحنا ننزلها تاخد حجم السيدة، لأن كان في ناس كانت بتسأل زي كلهات الرش اللي هي كانت بتنزل زمان. زمان، أيوة ماشي، فناس بدأت تسأل عليه، فبننزل بموديلات أحدث. ده خفيف برضه يا جماعه، ده على قد حجمه كده برضه، ده برضه خفيف. ماشي ماشي، شفتوا يعني ده ب 10000 جنيه، ايه رايكم؟ ما شاء الله حلو قوي، ابيضوي قوي ده. اللي هو البلاد ده، ده برضه حجمه اقل شويه، بس 8 جرام. 8 جرام، شوفوا على حجمه قد ايه، 8 جرام ده. ده عامل 6630. يا بلاش، 6630 القمر ده. بس حلوه الافكار اللي تبقى الحاجه شكلها يعني كده حجمها اللي هي ماليه وفي نفس الوقت تعجب الناس، وفي نفس الوقت يكون سعرها مرتاح. ما شاء الله، في موديلات بنفس المنطلق ده كده الاولاني اتقل، مش بتعدي 20000 والله. يعني ده ب 8000 جنيه يا جماعه، كوليه ب 8000، ده لو شبكه يبقى حلو قوي يا استاذ زين. 6000، ده 8 جرام. بصي عشان بس افترض عليك الوزن في القمر، هو 8 جرام، هو 8 جرام، لكن سعره 6000، سعره 6600. طيب والله جميل. بقول لو عروسه مثلا وعايزه تجيبي شبكه كده في المعقول مع دبله يبقى 100 100. لا موجوده. ماشي، هتيجي مثلا خلصت عجباكي بنبعت جاب تاني. طيب ماشي، يعني موجوده اي وقت يا جماعه باذن الله تكون موجوده برضه. خلاص تمام بس. ماشي، اشكالهم حلوه، في منهم اشكال كتير لما تيجوا ان شاء الله تشوفوهم. في عندك الكوليه اللي هو الجنيهات ده، متهيألي احنا كنا مصورينه قبل كده يا استاذ هاني، بس كان متصور قبل كده اللي هو الحجم واحد، ما كانش الاحجام المختلفه، بس ده مطلوب برضو يعني. ناجح، موديل ناجح، موديل كويس جدا، موديل ناجح. ماشي، كنا عرضناه قبل كده السلسله على الوضع اللي انت شايفاه ده كده، يدي وزن تقيل، بس هي شكلها تقيل شويه يا استاذ هاني، يعني مش خفيفه قوي زي دول. لا لا لا، دي مديها تقل شويه، معلش. ايوه طبعا، انت عندك هنا طبعة الجنيهات بقت احجام مختلفة. ايوه ايوه، مش حجم واحد. السلسلة هي اللي فيها وضع كتير شوية برضو. ايوه السلسلة محملة يا جماعة، دي 30 جرام، ده 30 جرام برضو، 55.
ده هيعمل برضه 24,700. 24,700 الناس جت سألت عليه بس تقيل 30 جرام حاجه محترم علشان الناس جت سألت عليه. ماشي تمام. لما جه عرضنا الاولاني كانوا عايزين حاجه زي كده احجامها مختلفه بالنسبه للجنيهات اللي محطوطه فيها، فعشان كده جبناها بناء على طلب الناس برضه. ماشي يا استاذ، يعني انا شايفه برضو في حاجات جديده، الحاجات اللي احنا بنجيبها بناء على طلب الجماهير زي ما شاء الله. انا بارك فيك يا استاذ هاني. ماشي. في بقى طبعا حاجه زي كده، دي احنا كنا عرضناها برضو مع بعض في الفيديو الصغيرة. الاخير دي الكبيره، دي الكبيره بتاعتها دي 28 جرام، دي برضو بشوف الممثلات لابسينها شكلها شيك قوي. دي الكولات الصغيره اللي هي بتبدا من 1800، دي سعرها بيبدا معانا من 1800 جنيه بس طبعا عيار 18 يا جماعه. حلو. بيبدا من 1800 جنيه. ده الشغل البناتي بقى ده بقى ايه؟ ما انا كنت هقول لك يجيبوا العيديه تجيبوا هديه عيديه العيد وتيجوا تاخدوا الحاجات الحلوه دي يا بنات. الفلوس في الذهب احلى كتير، يعني شوفوا بدل ما تجيبوا اكسسوارات ب 50 وب 60 وكذا وتقعد تترمى، تاخدوا حاجه ذهب وقت ما تعوزوا تبيعوها تلاقوها ب 1800 جنيه. ولو عايزين اخف كنا عارضين اشكال منها، كانت البالارينا الصغيره يا خلاص يا الشيكه شيك قوي، حلوه الحاجات دي وبتشجع على الشراء. شكله هو لو حد زهقان يعني عايز يطلع يتمشى. اه ماشي يا استاذ زين، تسلم ايدك، حاجات كلها جميله جدا. في برضو عندنا حاجات ثانيه في المدينه اللي هي واخده. استاذ هاني عايزين نبص على اللطقم الكامله كده، ما عرضناهاش قبل كده ليه الكبيره؟ هقول لستك على حاجه، انا عندي هنا يعني عندي الاطقم اللي هو يعتبر زي الفرساتش اللي هو اللي بره ده 68 جرام. 68 جرام. 18. ماشي. تبقى اسعار بقى غاليه. انا جايب قطعه واحده منه. ماشي، علشان برضو وتقيل مش خفيف. ماشي استاذ هاني، في ناس بتحب الحاجات دي برضه، في ناس بتحبها وفي ناس بتستثقلها. انا قلتها قبل كده قولها تاني، انا بالنسبه لي ما بقفش على حاجه بالنسبه للبيع والشراء، يعني لو واحده عايزها الاسوره انا ابيعها الاسوره. ايوه، لو عايزه حاجه من الطقم عايزه الكوليه ابيعها. طب عايزين نبهرهم بحاجاتكم دي برضه يا استاذ هاني. الخاتم ما يتباعش لوحده، يعني ما ياخدوش خاتم الطقم. ايوه، ما تاخدوش خاتم الطقم، ممكن تاخدوا اسورته او الكوليه علشان ما يقولوش انت قلت. طيب ماشي، محدش يمسك عليا. طب افرجهم كده يا استاذ هاني والحاجه في الباترينه. ماشي، شوفوا يا جماعه دي اشكال بقى اللطقم التقيله اللي انتوا طلبتوها موجود برضو عندهم، بس طبعا الاسعار هتبقى عاليه بقى لانها اوزانها تقيله ما شاء الله، حاجات كتير وحاجات جميله. استاذ هاني بيقول لكم لو عايزين تاخدوا من الطقم الاسوره ممكن، تاخدوا الكوليه ممكن، لكن الخاتم ما ينفعش. حلو قوي، دي جميله قوي، الفرزاتشي ده قيم. دي شوفوا دي طبعا يا جماعه احنا اتكلمنا، الناس اللي هتسال على المصنعيات احنا اتكلمنا كتير جدا في المصنعيات، وانتوا عارفين هنا اقل مصنعيه بتبدا معانا من 7 و8% لحد بقى ما انتوا عايزين الشغل، في حاجات 10% في 12 على حسب بقى تقل الشغل. انسيالات، تشكيله انسيالات موجوده، في انسيالات للاطفال، الانسيالات اللي هي الكارتيل اللي نازله جديده، تشكيله الاساور بقى احنا شفنا بعض منها هفرجها لكم وهي في الباترينه كده، شوفوا كده دي الاشكال اللي احنا شفناها، وفي اشكال طبعا ثانيه كتير. تشكيلة الخواتم احنا كنا صورنا فيديو قريب خواتم ودبل، وطبعا هسيب لكم اللينكات في اول تعليق. ندخل بقى اقول لاستاذ هاني يجيب لنا السلاسل الحلوه دي نشوفها. ماشي، وطبعا تشكيلة الغوايش هنشوفها برده جوه. ماشي يا جماعه، طبعا في اشكال كتير جدا من السلاسل زي ما انتم شايفين كده الاستاذ هاني وريها لنا، وكلها اوزانها خفيفه، يعني تشوفوا شكلها كده تقولوا ده تقيله، لا في منها ما شاء الله اوزان معقوله، يعني ممكن ب 6000 ب 5000 من اول 1500 و1800 الحاجات اللي هي اوزانها خفيفه دي. حلقان الاطفال هفرجكم عليها دلوقتي عشان الناس برده اللي سالتني عليها، عشان لو حابين تشتروا بعد العيد. استاذ هاني بيجيب لنا حاجات من الباترينه عشان لسه هنشوف حاجات كتير حلوه. الطقم ده برده عايزه اشوفه، ده شوفوا الطقم ده برده جميل قوي، عايزين نشوفه مع استاذ هاني كده اللي هو الاسود ده. استاذ هاني الحاجات دي نازله جديده، شوفوا كده دي نازله جديده اهي. استاذ هاني بالنسبه للاحجار 11 جرام او 12 جرام. يا سلام، الطقم كله بالختم 11 جرام. استاذ هاني قول لي اللون الاسود ده بيبقى عباره عن ايه، وفي البيع والشراء وضعه ايه؟ الاسود ده ما بتشتريه زي ما بتبيعيه، هو نظام التوكيل بتاع شركته كده، يعني يشترى كده ويتباع ذهب عادي. ايوه، بس لذيذ قوي الحاجات دي. استاذ هاني ده قول لنا وزنه وسعره. ده وزنه هو برضه عشان انت شايفك انت اللي مستغربه قوي للوزن. استاذ هاني بيقول لي ده كله 11 جرام، بقول له معقول؟ يعني كوليه باسوره بخاتم 11 جرام. حلو قوي. طب استاذ هاني ده يعمل سعره كام؟ طقم كامل ده برضه للشبكات 100 100 يا بنات، طقم 18 18 9800 9300 جنيه؟ طقم كامل؟ اهو
انا مش مستوعبه. اسوره بكليه بعد الكليه اهو قصدي انسيال بكليه. ايه الجمال ده يا جماعه؟ بتسع انسيال اهو. اتصابك ماشي يا جماعه. ده سعره 9000 جنيه تقريبا. ختم انسيال كوليه عيار 18 ما شاء الله. ايه رايكم يا جماعه؟ ما تقلقوش من الفصوص السمراء دي، اذا بتتعمل زي الفصوص بالظبط تتباع وترجع زي ما هي. الله سلام عليكم. اللبن ده تحفه، اللبن يجنن. ده الخاتم بتاعه جاي من غير الخاتم، جاي من غير الخاتم. ده انسيال بالكوليه، ده جميل قوي يا جماعه، جميل شكله شيك. شوفوا الناس بقى اللي بتخاف من الحسد. اللي يخاف من الحسد ياخدها يلبسها خرزه زرقاء اهي. جميل استاذ هاني، ده هيبقى بكام ده؟ انا هنزلهولك برضو لان هو هيبقى اقل شويه طبعا، لان ده من غير خاتم. من غير خاتم بس يا جمالهم يا جمالهم يا جماعه. ايه رايكم في الحاجات اللي بصوا احنا بنعيد مع بعض بحاجات جميله اهو. شوفوا على ما استاذ هاني يوزنه، ولا بصوا كده على ال 7 جرام 18 7 جرام و 18 مللي يا جماعه. بصوا اطقم ببلاش يعني، طبعا هي اوزانها خفيفه بس شكلها ما تقولوش ده خفيفه، وفي نفس الوقت لو عروسه زي ما قلت لك وعايزه تجيبي شبكه كده في المعقول تقولي طقم كامل ب 9000 جنيه مع دبله 100 100. شوفوا كده، دي سلسله فيها دلايه كده منها، فيها اللي هي السلسله الحمص اللي كنا مصورينها قبل كده، دلايه اسمها امي روعه. عايزه اقول لكم برده انها مش تقيله، دي وزنها معقول. شوفوا دي برده، رايكم في دي استاذ هاني؟ هي دي ايطالي ولا ايه؟ دي تقليد الايطالي، الايطالي بتاعها ب 280 جنيه، مصنعيه الجرام دي ب 120. مصنعيتها 120، الايطالي الضعف، فهم عاملين منها اهي. ايه رايكم؟ جميله جدا جدا يا جماعه. لا 18 ما شاء الله، جميله قوي برده، حاجات جميله واسعارها في المتناول. شوفوا السلاسل بقى دي. انا لابسه التوينز ده من هنا استاذ هاني وهو بيطلع له الزبونه، قلت له عاجبني فلبسته من ساعتها ما قلعتوش. ايه رايكم فيه؟ نخلي استاذ هاني يوزنه لنا برده نعرف سعره. ودي حلوه استاذ هاني، يقول لنا اسعارك الحلوه كده. سلسله امي دي كلها خفيفه. ماشي ماشي. ده قلنا اللي هو الطقم اللي هو الازرق 7 جرام و 18 مللي. ده 7 جرام و 18 مللي يا جماعه. عامل 5800 اللي هو الطقم الازرق ده. ده ب 5800 كوليه بانسيال. ماشي. عندك اللي هي بتاعت امي دي. 4 جرام. 4 جرام. شوف يا جماعه الاوزان 4 جرام و20 مللي، لو يمكن اقل عشان الورقه. 3330 3000 وكام يا استاذ هاني؟ 3000 وكام؟ 3350. 3000 دي 3350، سلسله بدلايه مكتوب عليها امي يا جماعه، لذيذه قوي. طيب استاذ هاني عايزين بقى نشوف. القلوب ده عامل 4000. اوكي. القلوب ده ب 4000 جنيه يا جماعه. ايه رايكم في الاسعار الحلوه والاوزان اللي مشجعه دي؟ فيلم الحب اهو بقى لاي واحد عايز يخطب في ايده ولا حاجه. ده احنا شفناه المره اللي فاتت، سلسله حب حلوه برضه. يروق على خطيبته شويه. اللي عايز يشتغل مراته في العيد. اللي بيقول استاذ هشام بيقول اللي عايز يشتغل مراته في العيد. ده مالناش دعوه بنشتغل. مالناش دعوه. ايه رايكم فيه؟ تحفه شكلها جميل. ايه رايكم فيه؟ ب 4000 جنيه دي ولا لا؟ ما وصلناش دي. هنزلها لك اهي. دي تخيلوا على جمالها كده، 4 جرام 4 جرام 3800 جنيه، السلسله اللي مكتوب عليها حب دي 3800 جنيه. ايه رايكم يا بنات؟ استاذ هاني بقى عايزين نشوف، الناس كانوا موصيني من الفيديو اللي فات عايزين نشوف حلقان اطفال. حلقان اطفال. معايا حاضر، جبنا حلقان اطفال. كليبسات ماشي. دي كانت بتنزل في الاول كبار بس. ده بينزل الاطفال دلوقتي من اول جرام و20 مللي ب 2 جرام. دي تمشي كبار ولا اطفال بس يا استاذ هاني؟ بس طبعا دي عيار 18 ولا 21؟ 18. حلو قوي برضه.
بحب انا الحلقان الكليبس دي، بتبقى مريحه ما تحسوش بيها في الود. طبعا الاسعار بقى بتبقى بسيطه، يعني الحلقان اقول لك جرام و20 مللي، وزنها بيبدا من جرام و20 مللي، يعني مثلا لا تتعدى ال 1000 جنيه. لا يا دوبك 1000 جنيه، يعني الحلقه 1000 جنيه يا جماعه. حلق جميل ومحمل برضو على فكرة، يعني شوفوا تفاصيله حلوة، مش حاجة برضو اي كلام. ماشي، كان بيسألني طبعا عارفة ان انتوا عايزين فيديو عن الغوايش، ان شاء الله ما تشكيلة تبقى حلقة تانية برضو زي كده، هو الحلقة التلاتة في واحد، الحلقة البوكسة دي موظف الحاجات دي، بصوا كده الناس برضو ممكن تكون عارفها، لكن الكلمسات دي اللي ما كانتش بتنزل خالص. بصوا الحلقان دي برضو عايزة اقول لكم ان انا واخدة ده لهنا بنتي، بصوا كانها مش لابسه حاجه في ودنها وشكله لذيذ، يعني عارفين ان هي ما بتحبش حاجات تقيله في ودنها، خدت لها ده تحفه تحفه. في منه القطعه واحده الشكل السداسي واشكال ايه، ده اللي كان عندي وانا بعته يا جماعه، برده لذيذ في اللبس، بس انا جبت بقى اللازور دي اللي نزل جديد، ده الحمصه اللي معروف. استاذ هنيجي يقول لنا الاسعار. بصوا دول شكلهم كده تقيل بس خفاف، يعني ده هو خفيف شوفوا، يعني بومبي. هو في من ده اللي هو ده على قد حجمه كده 5 جرام، 5 جرام اللي احنا شفناه الكبير ده، الحجم ده وما يضايقش في الودن، يعني بصوا خفيف خالص 5 جرام اهو. ماشي يا استاذ هاني، ده ما بيضايقش في اللبس. قول لنا ده برده يا استاذ هاني، شوفوا ده، شوفوا ده برده، ده جميل. قول لنا ده نازل برده منه الايطالي بتاعه، ده 2 جرام 84 على حجمه ما شاء الله، 2 جرام 84 ده يا جماعه. حلقه ده بصوا رشح لكم الحلقان دي، والله جميله ولا كانكم لابسين حاجه في ودنكم، هي خفيفه والله خفيفه، يعني ده مثلا 2000 جنيه يا استاذ هاني، يبقى ب 2000 مثلا 84 ولا يزيد شويه 2275 ده على فكره مقاسنا يا جماعه، مش اطفال، ده كبير يلبسنا احنا، الاطفال ده ممكن يمشي اطفال، اللي انا بقول لكم واخده منه الهنا ده، بصوا ده روعه جميل، لو عندكم بنات خدوه لهم وهتدعوا لي، انا ملبسه الهنا جميل. بصوا ما كانش غالي ده، انا كنت واخداه ب 1000 وحاجه، ما هو برضه على حسب الحاجه. وبصوا دهب ابيض وده بص، هو اسمه 3 لون، حلقه 3 لون، 3 لون 2 جرام و5، 2 جرام و5 1000 وحاجه 1650، 1650 فعلا، انا كنت جايباه ولا بكتب 1650. ده ارشحه لكم ما تدوروش، ده عملي وخفيف وسعره حلو. ماشي يا استاذ زين، تسلم ايد. ده بالنسبه بقى للحلقان البريمه، لازم انا الاشكال اللي هي بتاعه العين، كذا شكل، حلقة الكف، وحلقة الفراشة، مش كذا حلقة، ماشي. كمان دي حلقان بريمة، لو انتوا عايزينهم برضو اوزانهم خفيفة واشكالهم جميلة، جميلة قوي يا بنات. وادي المجلات التانية طبعا يا استاذ هاني بقى جرام واقل كمان، حاجات خفيفة. في عندي حلقان بتبدا من 500 جنيه يا 500 جنيه. الحلقان الاوزان الخفيفة الاطفال اللي هي البريمة، سواء عايزين ده او عايزين ده موجود، وعايزين برضو الحلقان اللي مدلدلة والاشكال التانية هوريها لكم دلوقتي في الباترينا، سعر ممكن سعر الحلق يوصل ل 500 جنيه، بس طبعا عيار 18، عايزين من الحاجات دي كلها، عيار 21 موجود برضو. ماشي يا استاذ هاني، هتورينا ايه دلوقتي تاني؟ والله انا ماشي حاجات صغيرة، لان الناس كانت طلبت مننا حاجات خفيفة، حاجات خفيفة. استاذ هاني، وبالنسبه لخواتم الاطفال سعرها كام عندك؟ الحلقان بتبدا عندي من 500 جنيه. ماشي، الحلق يبدا من 500 جنيه، اشكال كتير. دي طبعا اطفال برضو لذيذ. بالنسبه خدي بالك للخواتم برضو ال 18، في عندي خواتم من نفس المستوى. ماشي. خواتم اطفال برضو يا جماعه السعر برضو. بتحب توفق؟ تاخد الخاتم العين، هذا الحلق العين. نحاول نشوف سلسلة صغيرة، ممكن تاخدوا طقم البنوتة كده مع بعض، حلق مع خاتم مع سلسلة نفس العين كده، يبقى شكله جميل قوي، وكل الطقم ده ما يتكلفش حاجة برضه. كل الأوزان بتاعته كلها لو خفيف والحلق وعملنا سلسلة 3000 جنيه. 3000 جنيه ماشي. ماشي يا استاذ هاني، معلش الأول يعني بنحاول بقدر الإمكان نخف الأوزان برضه، عشان احنا عايزين أتمنى تقيلة. أيوه مش ما عادتش خفيفة زي الأول. أيوه ما عادتش خفيفة، الأسعار بقت عالية يا جماعة. ماشي يا جماعه، التوينز اللي انا كنت لابساه دلوقتي استاذ هاني هيوزنه لنا ويقول لنا سعر. عمل 12000 ونص، 12500 ده عيار 18 يا جماعه، 12500. ماشي يا استاذ هاني، تسلم ايد.
ماشي يا جماعة. طبعا الاساور وانا بجهز الفيديو لقيت الصوت ممسوح من الحتة اللي انا كنت مصورة فيها الاساور دي، بعتذر. بس انا الحمد لله يعني الصورة كانت موجودة، كل الاشكال اهي اللي انا قلت لكم عليها. اسعارها بتبدأ تقريبا، كان استاذ هاني وازنها لنا، من 6000 جنيه، وبتزيد بقى على حسب الوزن وعلى حسب ما بتكون شكلها اكبر. يعني شوفوا، في شكل بيبقى 2، شكل بيبقى 3 كده كور ورا بعض، شكل 4. شكلها حلو قوي وجميلة وعملية في اللبس. ان شاء الله لما تروحوا سنتر الملكة هتشوفوها. بس انا بعتذر على الخطأ ده، لاني زعلت قوي لما لقيت الصوت مش موجود. الاساور دي كانت عجباني جدا جدا جدا، ما شاء الله شكلها جميل قوي وحلوة يا جماعة. اوزانها برضو معقولة. لو شبكة مثلا عروسة ممكن تاخدي اسورة زي دي مع مثلا دبلة ومحبس، شكلها جميل في اللبس كده وشيك. غير طبعا في بنات ما بتحبش الغوايش، دي هتبقى حل افضل من الغوايش. نكمل الفيديو مع بعض، وان شاء الله تشوفوا الحاجات دي لما تروحوا زي ما قلت لكم. ما تنسوش بقى اللايك للفيديو، ويلا بينا نكمل الفيديو مع استاذ هاني ونشوف معانا ايه تاني النهارده في سنتر الملك. ماشي يا جماعه، انا فرجتكم كده على الحاجات اللي جت جديده، وانتم ان شاء الله لما تيجوا دايما بيبقى في جديد في سنتر الملكه. طبعا هي دخلت العيد، هي دخلت شويه عشان بعض الشغل نزل، هيجي بعد العيد بقى. هيجي بعد العيد. ماشي يا جماعه، طبعا العروض اللي احنا والحاجات اللي عرضناها النهارده هتبقى موجوده كلها بعد العيد، بالاضافه للشغل الجديد اللي لسه هيوصل ان شاء الله. بشكرك جدا يا استاذ هاني، كل سنه وانت طيب، حضرتك طيب وانت طيب. ماشي يا جماعه، طبعا انتوا عارفين احنا دايما بنصور في سنتر الملكه في المحله الكبرى في شارع الساغه. ما شاء الله زي ما قلت لكم قبل كده المكان كبير، لو انتوا عايزين تيجوا تاخدوا شبكتكم من هنا، المكان اهو شوفوا ما شاء الله زي قاعات الافراح، تيجوا تعملوا شبكتكم هنا وتاخدوا الشبكه. دايما في عروض حلوه على المصنعيات، وان شاء الله هيبقى في عروض حلوه للعرايس. سنتر الملكه يا جماعه موجود في المحله الكبرى في شارع الساغه، ثالث محل على اليمين. المحله الكبرى على ناصيه شارع الساغه، مطعم فول وطعميه اسمه البغل، مشهور جدا. تدخلوا الشارع ثالث محل على اليمين هتلاقوا اسمه سنتر الملكه للذهب والمجوهرات اهو يا جماعه. طبعا دايما بيبقى عندهم الجديد، انا جيت عشان اصور لكم الحاجات الجديده دي، وان شاء الله فيديو الغوايش في اقرب وقت هينزل. طبعا ما تنسوش بقى اللايك للفيديو الجميل ده، وكمان تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتوصلوا الفيديو ده لايكات كتير يا جماعه. وكنت معاكم شيماء سعيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.